سميلود الشيخ دايم في بالي مفت الجلفة والعرب صحراء وطلول زين الهضرة راح قولي حلالي مول العلم الزين يفتي بالمنزول ويفهم كما الشيخ العسالي عاطيه المولى من الباب المحلول علم وشعر وفكر حكمة وامثالي ماذا صنف من كتب تسلب العقول وتتكلم بكل علم ومجالي زين السمت حبيبنا من ناس بحول جيد من الأجواد مقام عالي يا ولد الهدار عنك وش نقول ربي شاهد قدركم عندي عالي جاني مدحك على قيلة بسهول ما حبه في الله ما يتكسالي وبحرك ما يطويه بالعبد المهزول جيت الشطوك يعجبني وحلالي نلقى فيه كنوز تسوى كم مجهول معطى ربي كي كرملي وهدالي ينفعنا بيك يا ولد المقبول ويحقق لنا جميع الأمالي يا شيخي راني مدحتك جبت القول يا ولد الهدار زين الخصالي يا كنت سيفي اللي ماضي مسؤول من يتعدى نفس نظر قبالي يا كنت هو المصباح المشعول في الظلمة تهدي الناس الهمالي يا كنت يا روبة العرش المكمول ووليد الصلاح غوث وبودالي زين العرش سلالة الناب الرسول مهما قلت عليك يا صف مثالي ولاد عبيد الله الرجال الكحول زينين الميعاد وهل الكمالي سعد وفال لجدهم زين المرحول راع البيض الشيشة يا دلالي اللي داعيهم بشنا ثاني مقبول بن سالم جدي الغوث البودالي أهل محاصن يلقوها يوم الهول وسلاح الفضة يشعل تشعالي كي تنظر بومانهم تبقى مذهول نعت طيور على قرحام وعالي الراجل تلقاه بوشنبه مفتول وقت الفزعة ما يولي شتالي المهند ديما على جنبه مسبول ماضي شفرة من ذكير الأصالي اللي يلطمها تشله يسمها طول ويعدم حتى النمر الختالي وعدوهم في ترعته دايم مخذول نشد الصالحين الأول والتالي وهب حريم تقول زهرات الحقول حسينات وفائقات الجمال جديان الغزلان وصفهم بيطول بن عيسى من الكلام المثالي وهب الحضرة ذكرهم يرعد بطبول سلم تسلم ما تكون شبهالي حكامة تبري لساته مهبول وحتى اللي زحف يبص وشالي اللي يحسدهم سهرة الحجرة مذلول ولو كان يعود في رتبة عالي ادعولي يبرى القلب اللي معلول وتزد القنطان من الوقت التالي يا بركة ناس العناية والقبول طامع في ربي زين لي حالي الشاعر ينظم عنهم بالقول زاهد في الدنيا وعايش ضوالي ومهاني في نسبته من ناس بحول الهاوي الزي واليا معلان التالي والصلاة على النبي طاهر رسول صلى الله عليه وسلم.